اهلا بكم مع حلقه جديده من برنامج مقادير الموسم الثاني. بنطل عليكم عبر فضائيه النجاح وبنقول لكم ان شاء الله راح نكون مع طبق جديد مميز بهالجو الحار وهالجو الحامي. حابين نختصر عليكم الوقت بوجبه سريعه اسمها معلاء الخروف المحشي. طبعا مميز راح تكون استكات محشيه مميزه عباره عن ساندويش ست البيت، سهل تحضيرها وسهل انها تتعامل معها بذكاء وبحرفيه بمهنيه عاليه. خلينا نفوت على الطبق من خلال المقادير، راح تكون مميزه. ركزوا معنا اساس تعلموا ويكون اطباقكم ان شاء الله شهيه. اخترت انا معلاء خروف بوزن تقريبا بيجي كيلو كيلو 200 جرام، متوفر طبعا بالسوق. بختصر الفشه والباقي الاضافات اللي بتكون على المعلاء، بس باخذ الكبده لوحدها. الميز الموضوع انه احنا رح نعمل الحشوه من خلال المكسر، رح نستخدم المكسر، اكيد كل ست بيت عندها مكسر صغير بحجم صغير. المكونات الرئيسيه رح تكون الفليفله، رح تكون البندوره، رح تكون الفلفل الحار، الثوم، البقدونس، الكزبره، زيت الزيتون، دبس الرمان، الفستق الحلبي، كل هذه المكونات رح تكون اساسيه في انه تكون هي الحشوه لمعلاء الخروف. خلينا نبدا كيف نقطعه. طبعا انا غسلت كبده الخروف ونقعتها بمي وثلج اساس تخلص على اكبر كميه من الدم اللي موجود فيها. لهذا السبب تركتها تقريبا ساعه كامله بالثلج، لاحظنا انه الدم اختفى كامل. وبهذا الشكل ممكن نقطعها حسب الوجبه، اذا عدد افراد الاسره خمسه او اربعه او سته بنعمل يعني البورشن او الوجبه بنعملها حسب العدد. انا راح اعملها بهذا الشكل. كمية الوجبة هاي تقريباً 150 جرام تكفي لشخص واحد. أقطعها بهذا الشكل. هيك بتضل معي جوسي وبتضل قطعة واحدة زي الستيك. بفتحها من هون شكل جيبة. نفس الطريقة. وخيار تاني ست البيت بدهاش ترهق حالها في هذه الطريقة، رغم انها مميزة ممكن تعملها شرحات كيف تعودت، ولكن هاي الطريقة بتيجي أرغب لأنه مستخدم فيها الشوكة والسكينة وبتيجي جوسي أكتر، يعني بضل حابسين العصارة فيها وبتتنكه ومميزة طبعا على الطبق بهذا الشكل. هي كميتنا ممتازه. نبدا نحضر بالحشوه. التتبيله تبعتنا نحتاج تقريبا حبتين البندوره، قرن فلفل حار، كم سن من الثوم، خيارات لست البيت هي تختار، لكن الاساسيات زي ما نقول في قواعد دائما للاطباق، يعني مقامات الفلفل الخضراء، هذا الشكل. طبق سهل كثير و يعني في قيمة غذائية، ستات البيوت أكيد بيعرفوا. ناخذ حبة بندورة كمان خليها تعطي طعم شوية حموضة. فيها تكتر توم قديش بدها، بس خلي دائما الأطعمة متوازنة، بدناش التوم يغلب لأنه قوي.
الكزبرة خيار لست البيت، يعني مش حسب إذا كان بيرغبوها، هذا خيار، بس هي كمان يعني لها طعمة طيبة مميزة في هذا الطبق. خلينا أحط أنا تقريباً، ليش أبالغ في الكزبرة، بقدونس، بزيد الكمية. هلأ حط فستق حلبي، ممكن نحط فول سوداني إذا مش توفر، كمان خيار موفق. خلينا البهارات خليها لآخر مرحلة، بس نضرب أول إشي الخليط هذا، نعمله يعني مجروش، ما بدناش يكون هريس يعني بري، بدنا إياه مجروش عشان تبين طعمته. طبعا زي ما حكينا بدهاش لمدة أقل من نص دقيقة بهذا الشكل على البطيء. هيك حشوة بتكون تقريبا جاهزة. خليتها مبرغلي أنا، يعني ما نعمتها مهروسة. هسا بدنا نبهر، كمية الملح قليلة، بدناش نبالغ لأنه البهارات أصلاً بيجي فيها ملح. شوية بابريكا مدخنة، زاكي هذا النوع من البابريكا، بهار مشكل، بس بحط شوية سماق كترش كمان. هلا بدي اميزها شوي صغيرة، جايب انا شوية بهار شاورما، اكيد بهار الشاورما فيه يعني تشكيلة بهارات هائلة، وتحديدا الحلبة، في نكهة من الحلبة واليانسون هذا بيعطيني، والشومر وال يعني عين جرادي، هذه الأطعمة راح تميز الطبق تبعي. هسه بنروح على زيت الزيتون، كمان دبس الرمان، هلا موسم رمان، فيها ست البيت تعصر لها حبة رمان لفاني حامض حلو يعني وتشتغل فيها، كمان خيار كويس. أنا اخترت الطبق هذا أو اخترت المقلة الجريل خصيصاً، كل ست بيت إذا عندها جريل سميك ممكن، إذا ما عندها فرن تحطهم بالجريل بالمقلة بهذا الشكل وتحطهم على الغاز، يعني تتركهم على الغاز وتغطيهم بورق فويل أو ورق سيلفر، أو بنفس الطبق نفس الجريل نفسه نفس المقلة الجريل تدخله على الفرن، لأنه سميك أكثر بيعطي النضج فيه بيكون أفضل. إني أخذ رأس بصل، أعمل فرشة أو سرير، بصل بتكرمل لأنه في يعني في الكعب بتكرمل، بيعطينا نكهة بتجنن. شوية زيت، نبدأ بهذا الشكل، نستخدم هاي لأنه عليها هاي، يعني نفس طريقة الطحال، كيف ستات البيوت بيعرفوا كيف شعبان ورمضان بيعملوا أكلة الطحال، هاي أكلة طبعا مميزة بامتياز نابلسية. هذا الشكل لو زادت كمية الحشوة ممكن نضيفها على الداير، يعني هي تقدر
أطباق مثل هاي الأطباق لأنه فيها بروتين عالي، نقدم معها الورقيات، سلطة الملفوف يعني خيار موفق، الملفوف الأبيض مع مبروش الجزر والنعناع والبقدونس، شرائح التفاح، هسه التفاح موسم يعني كمان نقدر نستخدم شرائح التفاح، رشة من الزعتر، زعتر البيت طبعا، والليمون إضافة للليمون طبعا، والزيت خفيف من زيت الزيتون، والليمون عصير الليمون، طلع عندها طبق يعني مشهي. إذا النعنع بضل ورق بتنتف ورق كمان بيطلع أطيب بهذا الشكل. هسه صار عندنا كمية الحشوة الإضافية نستفيد منها تتبيلة والطعم للتطعيم هذا الشكل. يعني ممكن نص ساعة على الغاز تحطها ست البيت على نواسة تطلع إشي خرافي مش أكتر. أنا راح أدخلها على الفرن، وكمان بالفرن يعني خيار موفق كيف هي بتحب أسهل إلها. فلفل حطه جنابي أكيد حدا بحب يتناول فلفل إضافي. نضيف عليها كمية الزيت على سيرة الزيت زي ما حكينا، إن شاء الله بنكون موسم السنة موسم خير. من الضروري جدا زي ما حكينا سابقا، كل مره بحب احكي عن موضوع زيت الزيتون، مدخرات بيت المونه في البيت الفلسطيني هو زيت الزيتون. لهذا السبب يا ريت من هلا قبل موسم الزيتون او قبل موسم عصر زيت الزيتون بشهر 11 او بشهر 12 ببلش، نبلش من هلا نعمل ندخر ميزانيه منشان نشتري زيت زيتون لبيوتنا، من هلا نعمل ميزانيه لو كل يوم 5 شيكل في البيت. في سقاطة في أجي كيف منحوش لنشتري جوال جديد حقه 2000 شيكل، كيف منحوش لنشتري هاي الأشياء اللي يعني الإكسسوارات اللي منعتبرها في حياتنا ضرورية صارت، ياريت يكون زيت الزيتون كمان ضروري في حياتنا وفي بيتنا. منبلش من هسه نعمل أجي ونحوش عشان نشتري تنكة زيت زيتون. هلأ رح روح على الفرن، أنا رح أتركها بالفرن تقريبا 30 دقيقة وبعد هيك راح سقيها ان شاء الله، وراح يكون يعني كيف بتحبوا تشوفوها. هيك تقريبا بعد 30 دقيقة كبيز صارت جاهزة. خلينا كيف يعني نسكبها يكون المنظر لائق او الشكل لائق. حب هنا حط لنا رغيف رخو للتسقيع. ايوه هذا الشكل. طبعا في عند ستات البيوت كثير اطباق حلوه، إشاني عندها اطباق مزينة ملونة أصلاً، بتقدر تحطهم طبق بيضاوي أو يعني هذا برجع إلها. تتبيلة والحشوة طجنت جاهزة بتجنن طلعت. ممكن نضيف شوية ورق جرجير، اللون عون يعني اللون بيعطينا يعني فاتح شهية.
ممكن نضيف كمان شوية دبس رمان. وعالجرجير كمان بده يروح معاه هذا الشكل. كم شلحة ليمون اللي بحب. بعد هيك هيك تقريبا الطبع تبعنا صار جاهز، وبنقدر نقول لكم صحتين وعافية. حلقة جديدة معكم في طبق جديد من برنامج مقادير، انتظرونا.